السلام عليكم اخواني، شلونكم؟ ان شاء الله مرتاحين. متابعين قناة الاستاذ خالد المعموري، مثل ما وعدناكم هاي الدورة المقامة من قبل الاستاذ خالد المعموري لتعليم الشباب. هذا الكارت رباعي اربع خطوط تايمر، كله تايمر، يعني واحد اثنين ثلاثة تايمر. فالرباعي تربط عليه انت وطنية وسحب ومولد شارع ومولد منزل. الوطنية والسحب ومولد الشارع ذن ثلاثة التايمر، اي واحد بيناتهن تحويل بيناتهن يصير بطريقة التايمر. مثل ما شرحت لكم بالسابق، هذا الباور سبلاي يخص هاي الصفحة، هذا يخص هاي الصفحة، هذا يخص هذا الوطنية، ذن يخصن الاطفاء، ذن الرليات من هنا يسوون طريقة التشنجوفر للاطفاء، ومن هنا يسوون تايمر بين الرليات. هسه نقلب لكم اياه حتى اشوفكم تقطيبه. هذا الكارت شوفه، هو موجود بالسوق وحلو، خوش كارت وشغله حلو. طريقة الربط، هذا اول خط اللي منه لليسار، هذا يروح للمنزل، خروج للمنزل. الخط اللي بصفه هذا وطني، الخط اللي بصفه سحب، الخط اللي بصفه هذا اخر واحد مولد الشارع، هذا الخط اللي صاير بالطرف يصير مولد المنزل. قد يسأل سائل، هذا الواير شنو فايدته وهذا الواير شنو فايدته؟ هذا ينقل كهرباء 220 من نانة من المولد السحب الى هاي النقطة حتى ينطل الرليات اللي هن ذني الرليات، ينطيهن ينطل للتايمر، يسوي تايمرات بين هاي، هذا واحد وهذا واحد من مولد الشارع. البارد، هذا البارد مالته، وين ما يعجبك تربط. هذا الاطفاء، بالفيديو السابق حكينا لكم، قلنا لكم شلون تربط المصباح الاشاره، واحد على البارد وواحد على الخروج اذا عندك خروج، واحد على البارد وواحد على الوطنيه، وكذلك السحب والمولد الشارع ومولد المنزل. هذا ما يخص الكارت التشنجوفر الرباعي ال40 او ال30 امبير التايمر. هذا طريقة الربط مالته، ونشكركم على حسن المتابعة ورحمة الله والديكم.